ننتقل الآن إلى مراسلينا وآخر التطورات، والبداية من السودان التي دخلت المعارك فيها شهرها الثالث، حيث دانت أطراف في السودان وخارجه مقتل والي غرب دارفور بعد توقيفه من قبل قوات الدعم السريع، وسط دعوات للتدخل في الإقليم الذي حذرت الأمم المتحدة من وقوع جرائم ضد الإنسانية فيه. ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا أحمد ضوي البيت. أحمد، أهلا بك. ضعنا في تطورات الأوضاع الميدانية في السودان وخاصة في إقليم دارفور. نعم سونيا، بالفعل يعني مقتل والي غرب دارفور بالأمس، هذا المقتل بالتحديد يعني قد وجد أصداء واسعة جدا في الأوساط السودانيين وكذلك حتى في الأوساط العالمية، نسبة لأن الجريمة كانت بشعة جدا. القوات المسلحة وعبر بيان رسمي للقوات المسلحة اتهمت قوات الدعم السريع صراحة أنها هي التي قامت بعملية اغتيال والي غرب دارفور، وذلك من خلال الفيديوهات التي ظهرت، حتى أن الوالي تم القبض عليه في النهار وفي ذات التوقيت تم قتله، وبالتالي حتى ظهور بعض القادة المعروفين لقيادات قوات الدعم السريع في هذا الفيديو، ما يؤكد أن قوات الدعم السريع هي التي قامت بعملية اغتيال والي فور. في محادات ذلك قوات الدعم السريع هي أيضا خرجت ببيان وقالت إن الأحداث في ولاية غرب دارفور وتحديدا في الجنينة نتيجة يعني عناصر النظام البائد الذين قاموا بتعبئة الفتنة بين المواطنين، خاصة وأن الولاية والمدينة بالتحديد تعاني من تناحر قبلي قديم، وبالتالي حاولت قوات الدعم السريع من خلال هذا البيان أن تنفي التهمة الواقعة على أنها هي التي قامت بعملية اغتيال والي الولاية، ولكن بشكل عام غالبية الناس أو يعني حتى كل الناس يقولون أن قوات الدعم السريع هي التي قامت بقتل والي غرب دارفور من خلال الفيديوهات، من خلال الأعمال التي تقوم بها قوات الدعم السريع حتى في الخرطوم يعني السكن في منازل المواطنين وإرهاب المواطنين، إخراجهم من المنازل، كذلك استخدام المواطنين كدروع بشرية، وكذلك الوجود في المستشفيات واستخدام المستشفيات كثكنات عسكرية. وبالتالي يعني سلوك الدعم السريع هو ما جعل الناس يقولون أن قوات الدعم السريع هي التي قامت بعملية الاغتيال، رغم أن قوات الدعم السريع حاولت تبرير ذلك وقالت أن قوات الدعم السريع يعني الوالي قد احتمى بمقر قوات الدعم السريع وأن هنالك قوة متفلتة جاءت واشتبكت مع قوات الدعم السريع، ونتيجة لهذه الاشتباكات قتل والي غرب دارفور. عموما يعني هنالك تحذيرات كثيرة جدا من الأوساط المحلية، من الإدارات الأهلية، كذلك بيانات للإدانة والشجب لهذه الطريقة البشعة في مقتل الوالي، كذلك يعني هنالك الإدانات تقول إن يعني هذا السلوك قد يشي وقد يتسبب في حرب أهلية شاملة في السودان، وبالتالي حتى هذه الحرب الأهلية قد تمتد إلى دول الجوار نتيجة للتداخل للمكونات المجتمعية الموجودة في السودان وكذلك في دول الجوار، وبالتالي التحذير الدولي وكذلك التحذير الإقليمي من أن تنتقل هذه الصراعات إلى الدول المجاورة. هنا في الخرطوم لا تبدو أن المعارك في حدتها، اليوم الخرطوم هادية إلى درجة كبيرة، حتى يعني بعض الناس يقولون هل اليوم هو يوم للهدنة، ولكن الاشتباكات كانت متقطعة جدا في أماكن متفرقة، وكذلك هنالك تحليق للطيران الحربي مع مضادات للمضادات الأرضية التي تطلقها قوات الدعم السريع، وبالتالي يمكن أن نطلق القول إن الخرطوم اليوم كانت هادية إلى درجة كبيرة، خاصة في ظل يعني التتابع للناس في حول مقتل والي غرب دارفور، كذلك هنالك بعض الاشتباكات والمناوشات الطرفية التي لم ترتقي إلى المناوشات السابقة أو الاشتباكات السابقة.